باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة وبركة للأبد أمين. ألف ألف مبروك لهذا اليوم المبارك وهذه الصيامات المباركة. أنا الحقيقة وأنا داخل النهاردة الدير لسه كنت بقول لسيدنا قلبي تحرك. الدير ده زمان كانت الكنيسة الأثرية بس، ولسه سيدنا بيقول لي الكاتيدرال دي اتبنت ازاي. هي كانت مظلة في الأول، والمظلة بقت كاتيدرال كده يعني زي ما احنا شايفين. أنا عمل الله مع سيدنا أنبابي من في هذه الإبرشية، يعني فعلا نقول عظم الرب الصنيع معنا. ربنا يديله الصحة والبركة، والإبرشية تنمو أكثر وأكثر، وصيام التسعة من الآباء الكهنة دي معناها نمو للخدمة غير عادي. ربنا يبارك. أنا قصدت أقف هنا عشان الأخوة المدعوين يشوفوني كويس. بنعمة ربنا هكلمكم عن 24 قسيسا السمائيين، والمفروض إن الأب الكاهن يتمثل بيهم. 24 قسيسا السمائيين ومفروض إن الأب الكاهن يتمثل بيهم. هتكلم عن 7 نقاط. أولا مكانتهم وكرامتهم. أرجو تركزوا معايا جدا جدا. نقرأ في رؤية 4: للوقت صرت في الروح وإذا بعرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب، والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، العرش الإلهي. وحول العرش 24 عرشا، مش كرسيا. وحول العرش 24 عرشا، في فرق بين الكرسي وبين العرش. ورأيت على العرش 24 قسيسا جالسين متسربلين بثياب بيض. وخلي بالكم من كلمة رأيت على العروش 24 قسيسا جالسين، جالسين في حضرة الله. ده أنا وأنا قاعد جنب سيدنا أنبابي من حاسس كده إن أنا قاعد عن يمينه، من المحبة ومن الكرامة ومن. ويوم ما كنت أقعد عن يمين قداسة البابا كنت أحس بكرامة. فالأربعة وعشرين قسيسا جالسين، إذن جالسين على 24 عرشا، عشان تعرفوا كرامة ومكانة الكهنوت. دي نمرة 1. نمرة 2: نقاوتهم وطهارتهم. في نفس الإصحاح يقول، نفس الآية يعني، رأيت على العروش 24 قسيسا جالسين متسربلين بثياب بيض. فالثياب البيض دي ترمز إلى النقاوة والطهارة. خلي بالكم أنا هقول 7 نقاط وبعدين هقول المطلوب. يبقى نمرة 1 مكانتهم وكرامتهم، نمرة 2 نقاوتهم وطهارتهم، نمرة 3 عبادتهم وسجودهم. مش أي كاهن عابد، لما أغزبها، مش أي كاهن عابد، إنما في إنسان عابد. أبونا إيليا سيدنا بتاع المانيال، أول ما نزلت جديد زمان، أول ما ترسمت جديد قصدي يعني من 31 سنة، قال لي ازيك يا سيدنا العابد. فرحت بيها قوي، حدش قال لي تاني غير كده، لأن هو عابد أبونا إيليا. فمش أي كاهن عابد. الأربعة وعشرين قسيسا عبادتهم وسجودهم، بيقول إيه بقى برضو في رؤيا 4: حينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش، يخر
يخر 24 قسيسا قدام الجالس على العرش ويسجدون. خلي بالكم من كلمة يخر دي، يعني أكتر من السجود شوية. فدي العبادة، عبادتهم وسجودهم. نمرة 4، اتضاعهم وخضوعهم. اتضاعهم وخضوعهم، يقول برضو في نفس الإصحاح: وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة للجالس على العرش يخر 24 قسيسا ويسجدون للحي ويطرحون أكاليلهم أمام العرش. يطرحون أكاليلهم أمام العرش، الاتضاع والخضوع. ما أجمل الكاهن المتضع الخاضع، الخاضع لربنا، واللي عنده خضوع لربنا يبقى عنده خضوع للرئاسة الكهنوتية، يبقى عنده خضوع للرئاسة الكهنوتية من منطلق خضوعه لربنا. مش كل كاهن بيبقى خاضع كده، آسف يعني إن أنا النهاردة كده بتكلم من غير فلترة. فكل ما كان الإنسان متضع وتقي، كل ما يكون خاضع لربنا وخاضع للكنيسة. نمرة 5، اوعى تكونوا اتلخبطتوا مني. نمرة 1، مكانتهم وكرامتهم. ونمرة 2، طهارتهم ونقاوتهم. ونمرة 3، عبادتهم وسجودهم. ونمرة 4، اتضاعهم وخضوعهم. نمرة 5، تسبيحهم وترنيمهم. جميل ان الكاهن يبقى مسبح ومرنم. يقول في رؤيا 5 بقى: ولما اخذ السفر خرت الاربعه الحيوانات والاربعه وعشرين شيء قسيسا امام الخروف، ولهم كل واحد قيصارات. لهم كل واحد قيصارات، وهم يترنمون ترنيمة جديدة. يعني كل يوم ترنم وتصلي بطريقة جديدة. فاكر مرة كنت في الدير المحرق زمان في ليلة من ليالي كياه، فلينا يحروق وأم بساويرس، كنت واقف جنبه، كنت صغير يعني، كان عندي يمكن ساعتها 20 سنة بتاع بالكتير يعني. فقال لي: النهاردة بنسبح وبكرة نسبح بقلب جديد، بقلب جديد وترنيمة جديدة. كل يوم تصلي القداس كأنك أول يوم تصليه. لهم كل واحد قيصارات، وهم يترنمون ترنيمة جديدة جديدة جديدة، مش يعني امبارح زي النهاردة ويلا. نمرة ستة، شفاعتهم ووساطتهم. في رؤيا 5 يقول: ولما أخذ السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة وعشرين قسيسا ولهم كل واحد قيصارات وجمات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. كل واحد فيهم كان معاه قيصارة، وكل واحد كان معاه شورية، وكل واحد لابس إكليل من ذهب. الشورية دي البخور هو صلوات القديسين. انت مفروض تاخد كل طلبات الشعب ده ترفعها قدام ربنا بجد. واحد عيان، واحد مش لاقي شغل، واحد في مشكلة بينه وبين مراته إلى آخره، تاخد كل طلبات الشعب ده وتحطها قدام العرش الإلهي. نمرة 7 وآخر نقطة: حنوهم وتفاعلهم. نقرأ بقى في رؤيا 5 برضه: ورأيت على العرش، على يمين الجالس على العرش، سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة خطوم.
ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه. بيقول ده الكلام ده بيقوله معلمنا يوحنا الرائي في سفر عن يمين العرش محدش قادر يبص له. فبيقول معلمنا يوحنا الرائي: فصرت أنا أبكي كثيرا. مش مجرد دمعة، مش مجرد اتحمى، صرت أنا أبكي كثيرا معلمنا يوحنا الرائي. فإيه اللي حصل؟ صرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر. فقال لي واحد من القصوص 24 قسيسة: لا تبكي، لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه. فاللي تفاعل مع معلمنا يوحنا الرائي واحد من القصوص، قال له ما تبكيش، وكل واحد فيكم مفروض لما أي حد من الشعب يبكي يتفاعل معاه ويقول له ما تبكيش. في رؤية سبعة بقى، في رؤية سبعة يقول على حكاية تفاعلهم يعني: بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، واقفين أمام العرش وصارخين بصوت عظيم: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. وبعدين يقول إيه؟ وأجاب واحد من القصوص، أجاب على إيه؟ أجاب على إيه؟ أجاب على نظرة معلمنا يوحنا الرائي. هو شاف في عينيه، هو إيه ده؟ إيه المنظر اللي أنا شايفه ده؟ فواحد من الشيوخ أو من القصوص أجاب على سؤال في عينيه، قال له: هؤلاء هم المتسربلين بالثياب البيض، من هم ومن أين أتوا؟ قال له: أنت تعلم يا سيدي، أنا عايز أسأل. قال له: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. دي في رؤية سبعة. إذن في سبع صفات للأربعة وعشرين قسيس. الصفة الأولى دي عطية من ربنا ليكم، وكلنا غير مستحقين، كلنا غير مستحقين كرامة الكهنوت. محدش فينا مستحق كرامة الكهنوت. كرامة الكهنوت إنه الأربعة وعشرين قسيسا جالسين على 24 عرشا، 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 مش كرسي، مش كرسيا، عرشا، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب. فكرامة الكهنوت ومكانته دي عطية من ربنا، محدش فينا يستحقها. إنما الست نقاط التانيين ينبغي أن نجاهد فيهم. نقاوتهم وطهارتهم، لأنهم لابسين ثياب بيض، لازم تجاهد في النقاوة والطهارة، أن ينطبق عليك إنك لابس ثيابا بيضا. إياك حد يمس طهارتك ونقاوتك. في فرق بين إن أنا عندي ضعف بس بجاهد معاه، اوعى حد يمس طهارتك ونقاوتك. اذا حد مس طهارتك ونقاوتك انت ما انت مش زي الاربعة وعشرين قسيسا بقى. نمرة ثلاثة: العبادة والسجود بتقوى. اوعى يبقى القداس كما لقوم عادة، انت بتعبد ربنا وبتسجد لربنا. في الهوس الثالث بنقول: باركوا الرب يا عابدي الرب. ودي اللي قال عنها أبونا إيليا: إنسان عابد. نمرة أربعة: اتضاعكم وخضوعكم. الأربعة وعشرين قسيسا
كانوا بيقلعوا التاجات التيجان بتاعتهم ويحطوها قدام العرش ويخروا ويخروا، مش يسجدوا بس. فإياك إياك، أنا آسف مش عارف النهاردة كده، إياك والكبرياء. ده يوم ما الكاهن يبقى متكبر، الكبرياء ده عامل زي السرطان ياكل كل حاجة عنده. إحنا التاج بتاعنا هو الاتضاع. كانوا بيقلعوا التيجان قدام العرش الإلهي، اتضاعك قدام الله وقدام الرئاسة الكنسية. نمرة 5، كان معاهم قيصارات بيرنموا ويسبحوا. نمرة 6، كان معاهم شرية فيها بخور، ودي صلوات القديسين، صلوات الناس. طبعا ليها كذا تفسير، بس من ضمن التفسير انها صلوات شعبك، تاخد صلوات الناس وتقدمها قدام الله، تاخد اوجاع الناس، انا اسف، تاخد اوجاع الناس وتقدمها قدام الله. نمرة 7 واخر نقطة، الحنو. الحنو وعمق الاحساس والتفاعل مع الشعب، زي ما واحد من القصوص لما لقي معلمنا يوحنا الرائي بيبكي كثيرا قال له ما تبكيش ما تبكيش، وتفاعل معاه. دول السبع صفات بتوع الأربع وعشرين قسيسا السمائيين. الصفة الأولى دي نعمة من ربنا وعطية من ربنا، أن يعطيكم الكهنوت بكرامته ومكانته، جالسين على 24 عرشا. الست صفات التانيين عايزين جهاد، الطهارة والنقاوة والعبادة والسجود والاتضاع والخضوع والتسبيح والترتيل، وأن تحمل صلوات شعبك أمام عرش الله، قصدي تحمل صلوات شعبك وتضعها أمام عرش الله، وأن يكون لك الحنو وعمق الإحساس بالآخرين والتفاعل مع الآخرين. وإذا جهدت في الست نقاط دول طولة العمر ليكم، في نهاية حياتكم هتكونوا في طقس الأربعة وعشرين قسيسا السمائيين. إنما لو ما جهدتوش في الست نقاط دول، لا أعتقد هتوصلوا إلى طقس الأربعة وعشرين قسيسا في السماء. ربنا يعطينا جميعا أن نجاهد في هذه النقاط لكي نصل إلى طقس الأربعة وعشرين قسيسا. مرة تاني ألف بركة لسيدنا. وطبعا كون أنه يترسم 9 كهنة يعني في كنائس كتيرة اتفتحت. إحنا بنبارك ونصلي أن ربنا يزيد ويبارك ويزيد في حكمة سيدنا وفي تعبه وفي جهاده، أن تمتد الكرازة في الإبرشية. وربنا يبارككم جميعا يا أحبائي بصلوات سيدنا أنبابيمي وصلوات سيدنا أنبابيقول. لإلهنا كل ماجد وإكرام من الآن والأبد.